صباح الخير العشرين، نهار جديد الدراري هنا في برشلونة، وان شاء الله غادي نضربوا بكم جوله زوينه هنا في برشلونة ونبارطاجوا معكم بعض الانفورماسيون على هاد المدينه. صراحه انا هاد المدينه هذه اول ما جيت ليها شفتها سحرتني صراحه، حسيت بواحد المدينه زوينه بزاف. كنت كنسمع بلي برشلونة واحد المدينه اللي زوينه بزاف، ولكن حتى كتعيش عاد باش كتفهم. هاد البلاصه هادي اللي كندور فيها دابا سميتها بارسيلونيتا بيتش يا عاد كنغلط فيها لحقاش، شحال مره كنبغي نقول بيتش شاطئ كتخرج ليا شي كلمه اخرى. نتمنى انا نكون خرجتها هي هادي. هاد البلاصه هادي اللي جيت ليها دابا سميتها لا ساغرادا فاميليا. لا بالينا سيجينا اولا ميسما كانسيون يا كاين اسبانيا سوريا واش هي هذيك خرجت هي هذيك. هاد الكنيسه اللي كتشوفوا من مورايا ها هي عندها واحد القصه عجيبه وغريبه جدا. هذه هي اكبر كنيسه هنا في كاتالان وفي اسبانيا كامله، يعني في برشلونه كامله وفي اسبانيا كامله. هذه كنيسه رومانيه. هاد التشيرش هذه بداو البني ديالها في 1888. تخيلوا معايا الدراري لهاد الساعه هذه مازال كيبنيو فيها ومازال ما كملوهاش كيف ما كتشوفوا. والسبب شناهو؟ هو انه نهار مات المهندس ديال هاد الكنيسه هادي، وبسبب عاوتاني الحرب الاهليه اللي كانت فيها اسبانيا توضروا ليهم كاع هذوك المخططات، كاع دوك البلانات ديال هاد الكنيسه هادو توضروا ليهم، وبقاو 15 سنه وما كيقلبوا على المخططات باش يقدروا يكملوها، لانه ما قدر حتى شي واحد يكملها بلا ديك المخططات ديال مولاها الاصلي اللي كرياها. وكيقولوا بانه في 2026 غادي يكملوها وغادي تكمل في البني ديالها. ولكن الدراري راه واحد الكنيسه راه ما يمكنش، راه كبيره بزاف الدراري، كبيره بزاف. ولحد الان احسن كنيسه شفتها في حياتي الى هذه اللحظه هذه طوب الدراري، بزاف بزاف على الجماليه بزاف. التشيرش هذه كتحس بدك ديك اوروبا ديال القرون الوسطى. امبوسيبل تجي لبرشلونة وما تجيش للكامب نو. الدراري هنايا دايرين واحد البارتي زوينه بزاف. شنو هي؟ هنا دايرين كافي ديال البارسا، ودايرين ميزيوم ديال البارسا، ودايرين واحد ستور ديال البارسا في لازون ديالهم هنا ديال التيران ديالهم ديال الملعب ديالهم. دايرين بزاف ديال البلانات باش كتعاون الفرقه، يعني مثلا اللي كيبغي بحال دابا هنا هما دايرين بارسيلونا ستور. هانت بارسيلونا ستور كتدخل تشري المايو ديالهم، تشري التيشيرت، دير شي لعاب كيعجبك، و او ميم طون كتساعد الفريق ديالك ماديا. هادي حوايج زوين حنا ما عندناش، حنا ما عندناش الثقافة ديال اننا نعاون الفريق ديالنا اللي كنبغيو. بحال مثلا انا كنبغي الراجا، كنعشق جوج فرقات هنا في العالم، كنعشق الميلان وكنعشق الراجا. ميلان جو كخوا عندهم تلعيبة لأنهم في أوروبا حاجة باينة، وخا عمرني ما مشيتش لسان سيرو. الراجل لا، الراجل عندها سطور واحد جو بونس. جمهور ديال البارسا أنا كنعاون الفرقة ديالكم، أنا كنشرب في الكاس ديال البارسا وساهمت معكم بخمسة يورو، ما تنساوش البارساويين. أنا غنخلي الكاس ديال البارسا سوفونير باش تعرفوني أنا راني كانت كتعجبني البارسا واحد الوقيته في البيريود غوارديولا، انيستا، تشافي، ابيدال، فالديس، بيكي، بويول، بينتو، بويان، ابراهيموفيتش. هذيك البيريود كنت كنتفرج بزاف في البارسا، كانت كتعجبني، كانت كدي ما لا دا وطاب من التيترات، كنت كدير الكراطه لاوروبا كانت البارسا. اما دابا جو كخواك البارسا نعسه ميته. جيت نقصي الطايله الموريسكيه.
بنينه بزاف الدراري. عشرين انا يلا دخلت هذا الهوستل. هذا هو الاخر لا فيديو. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. دابا راني جيت باش نمونطي لكم الفلوق ديال اليوم. نورمالمون هذه هي الليله الاخرى ليا هنايا في برشلونه. حتى ان شاء الله غنمشي لواحد البلاد جديده غادي تعرفوها ان شاء الله في الفلوق الجاي. ما تنساوش تخليو واحد لايك واحد كومنت. والله خد لا فيديو. شكرا بزاف ان شاء الله.